بتتابع قناة حلب اليوم؟ والله قناة حلب اليوم هي عبارة يعني نحن معتبرينها كصوت الحر، وإن شاء الله يوميا يعني طبعا هي ما في أغلب القنوات، هي قناة حلب اليوم أحسن قناة بشوفها إني بطالع الأخبار مباشرة، لهيك متابعينها كل يوم يوميا حتى نعرف إيش في وضع عنا بالبلدية. طبعا اخي، طبعا قناة حلب اليوم هي القناة الاولى المفضلة لنا، الحمد لله. نعم، متابع قناة حلب اليوم. ايش بتقترح تعديل او تطوير قناة حلب اليوم؟ والله بقترح يعني هيك شوي دراسي دكاترة او مثلا مشايخ على الجهاد، دروس معسكرات تصوير مشان تحميس الشباب، هيك شغلات يعني مثل برامج زيادة هالشغلات على قصص الجهاد، لاني في عنا شباب كتير يعني شلون عندن جهل بالامور، اذا شافوا تدريبات معسكرات تصوير معسكر وبس مباشر على قناة حلب اليوم. هلا مشان تطوير القناة انا بقترح يعني صراحة تنويع البرامج وتغطية الاخوة النازحين بشكل اكبر، يعني في كتير نازحين ما حدا عم بشوفهم ابدا. نقترح المراسلين تكون على الجبهات تتابع امور المواطنين، يعني في كتير شغلات دائما قلب الحدث، دائما تكون قلب الحدث مع نشاط اكثر من هيك، واهم شيء مشان المواطنين واحتياجاتهم وطلباتهم. شلون متابعة؟ ايش رأيك بأخبارها وبتغطيتها الإعلامية؟ والله كويسة، يعني إعلامها كويس، فورا أول بأول طالع من الأحداث. ايش بتقترح تعديلات عليها؟ والله كويسة، وإذا هني بيعدلوا فيها وبيظبطوها أحسن من هيك كمان شوي، بركات ورثة منهم. أخبارها كويسة، مصداقية، أخبار يعني عن حلب بشكل خاص وعن سوريا بشكل عام، أخبارها كتير كتير جيدة والحمد لله. طبعا قناة حلب اليوم هي قناة الأسرة الحلبية، وبدام أنا في حلب معناتها هي الرفيق والصديق لأن قناة حلب اليوم. أخبار كويسة والتغطية الإعلامية كويسة بالنسبة لمحافظة حلب عموما، يعني ممتازة، بس بالنسبة لبقية المحافظات يعني بعتقد أنه هي وسط، المفروض يكون أكثر من هيك، يعني بعتقد يعني لازم يكون مو بس للشعب الحلبي، لازم يكون للشعب السوري كاملة، وبفضل يكون يعني على يعني على مستويات أعلى من هيك إن شاء الله تعالى، يعني تحاول تتطور نفسها أكثر من هيك. شو بتقترح تطوير للقناة، تعديلات عليها؟ والله بقترح بالنسبة لنشرات الأخبار تكون يعني أفضل من هيك، يعني تحاكي نشرة الأخبار بقية القنوات، تغطية إعلامية أكثر للأعمال اللي عم تكون في مدينة حلب، يعني المشاريع الموجودة في مدينة حلب بالنسبة للإدارة المحلية، المجالس المحلية، محافظة حلب، يعني تظهر نشاطهم أكثر من هيك. يعني اقتراحي يعني انه اهم شيء انه تضل على نفس المصداقيه اللي تابعتها من عند انشات لحد الان، اخبارها جيده كثير. جلب كوادر جديده ووضعها بكل قريه او بكل مدينه بحلب من شان المصداقيه تكون اكثر لقناه حلب اليوم، والقناه هي يعني عم تحكي عن معاناه اهل حلب، يعني لازم يكون مصداقيتها عند الجمهور الحلبي. بتابعها بس بشكل خفيف، يعني تلفزيون منتابعها على النت على صفحات التواصل الاجتماعي. والله اغلب الوقت. ايش رايك بتغطيتها الاعلاميه؟ جيده نوعا ما، ونتمنى انه تكون يعني نطمع انه للافضل. التغطيه الاعلاميه الحمد لله جيده، ولكن تقتصر الى بعض الاشياء اللي ما هي موجوده عندها لانه ما هي موجود الكادر بكل الريف الشمالي او بكل الريف الحلبي. الحمد لله بتابع تماما. شو رأيك بتغطية الإعلامية وأخبارها؟ تغطيتها ممتازة لأنه أصدق قناة هي، وأي خبر مثلا بدنا نسمعه صار ضرب صار كذا مباشر منحط على القناة، لأنه صار له 4 سنوات يعني شغالة تماما، أصدق من أي قناة حاليا شايفينها. في تغطية إعلامية بس بجوز بعض الأخبار ما تكون في مصداقية 100%، يعني إحنا نتمنى أن يكون أخبارها مصداقيتها 100%، يكون الخبر صحيح في مكانه، في يعني في المكان المناسب، ما ينزل الخبر عن شغلة تصير بتاني يوم. شو بتقترح لتطوير القناة؟ تطوير القناة انه يكون المراسلين موجودين على الارض، يعني المراسل لما بيكون على الارض بيكون الخبر 100% يعني صحيح 100%، ويكون فيها يعني برامج اضافية غير الاخبار، برامج اضافية بحيث يكون ثقافة دينية، ثقافة ثورية او يعني هيك شيء.
قناة ممتازة حتى الآن، يعني ممتازة، يعني ممكن يعني يحدث شغلات ممكن نذكر فيها أفضل من هيك، لا زال حتى الآن أقوى قناة يعني إلي وللمشاهدين كلها متشكرين القناة. هلا أحيانا نشوف أخبار مصداقية 100%، أحيانا نشوف أخبار يعني مصداقية أنا وعم بدا شوي، وبنطمح إنه يعني كشف الصفائح السود وبدقة. بالنسبة لقناة حلب اليوم، هي كانت المصدر الوحيد في بداية الثورة لأخبار الثورة يعني، وكنا متابعين لها بشدة. الحقيقة زخم الحالي صار أقل مما كانت عليه. حلب اليوم الآن فيها بطء في إصدار الخبر. انتشاره جيد. أنا أحد يعني أهم القناة اللي أتابعها هي قناة حلب اليوم، وأتابعها بشدة يعني، على الأقل يعني أتابع نشرة واحدة في اليوم من أخبارها. بتمنى من قناة حلب اليوم تكون سريعة في نقل الخبر، بتمنى مصداقية أكثر في نقل الخبر، وبتمنى أن يكون إن نحن كدفاع مدني يعني نشرة خاصة بإنجازاتنا اليومية وأعمالنا اليومية. بتتابع قناة حلب اليوم؟ نعم بتابع. إيش رأيك بأخبارها؟ والله أخبارها يعني ممتازة، ما إيش شيء. نحن متابع الأكثر شيء متابع حلب اليوم. ايش بتقترح تعديلات لتطوير القناة؟ والله بنقترح يعني تتطور اكثر من هيك، يعني تتوسع اكثر على اكثر من نطاق، يعني يكون هيك فيها يكون حماس للمجاهدين، تدخلوا جوات هالجبهات تشوفوا المجاهدين شلون شغلهم، يعني شلون عملوا وكذا، يعني من هالناحية هيك. برايي انا شخصيا اتابعها من اكثر من كل القنوات، واعتبرها القناة الاولى التي بدات او التي انشئت وتتحدث عن الثورة. أتمنى على قناة حلب اليوم المزيد من التقدم والازدهار والانفتاح على بعض البرامج الأخرى، على سبيل المثال على سبيل الحصر، إن كان هناك برامج يقوم بها علماء دين يخشون الله سبحانه وتعالى بتوجيه بعض الكلمات أو البرامج والحلقات كيف نبني سوريا الحديثة والحرة وسوريا المستقبل بطرق رائعة جدا وشرعية وتخدم كافة المسلمين وتخدم كافة السكان سوريا. بتابع إن شاء الله بشكل كبير، يعني يوميا تقريبا بحسن أشوف قناة حلب وأتابع الأخبار فيها. شو رأيك بأخبارها بتغطيتها الإعلامية؟ والله تغطية جيدة، يعني بشكل عام 70% من الأخبار اللي منتابعها منأخذها من قناة حلب اليوم يعني، وبلاحظ حتى الجمهور بشكل عام يعني متابع للقناة، متابع يعني بشكل عام لما منثبت قناة التلفزيون منثبت على قناة حلب يعني غالبا. والله متابع كل القنوات، القناة المفضلة هي يعني عنا مو عنا بشكل عام هي قناة حلب، أكثر شيء يعني منتفرج لها، بنتبسم لها الأخبار عن المجاهدين، عن عمليات الثوار، عن التقدم اللي بتقدم الثوار، عن المعارك، ولذلك نحن يعني أن هي القناة المفضلة. في متابعة؟ نعم بتابع. إيش رأيك بتغطية الإعلامية وأخبارها؟ والله الله يعطيك العافية، الحمد لله رب العالمين، كويسة ميكن ميكن، والله يعطيك العافية. والله في شيء، كل شيء له سلبيات وإيجابيات يعني، في له دائما نقاط إيجابية، يعني النقاط الإيجابية إنه عم نشوفها بقلب الحدث، ولكن تغطية الحدث قليلة، وفي أوقات يعني مثل أقول قص ولصق على الشريط الإعلامي، ما في أوقات ما في مصداقية للواقع. بدنا يكون أول شيء يعني إذا تمت متابعة لأهداف الثورة نحن معه. إيش تقترح تعديلات على القناة؟ والله هي توسيع أكثر، يعني مشاركتها في العمل، في عمل الجبهات، في عمل المقاتلين أثناء التغطية، تغطي الجبهات أثناء الاقتحامات، أثناء العمل، أثناء الانتصارات، هذا هو نحن نفضله. البرامج الوثائقية، البرامج الوثائقية إذا كانت موسعة، يعني مثل من كم يوم هيك لاحظت في برنامج كان عن ظهور داعش كيف ظهرت في المنطقة، وأخذ كتير آراء من الناس اللي عندن معلومات بهالموضوع، فكتير حلوة بيكون، وخاصة البرامج الوثائقية اللي بتحكي عن هيك أوضاع يعني. تابعين قناة حلب اليوم، قناة فعالية في عمل صادقة
في تغطيته بالنسبة للجبهات كوني يعني عسكري، فصادقة في عمله، وبتمنى أنه كمان يوسعون نطاق تغطيته عن المعسكرات مشان يعني نفرجي لها العالم هالشباب، مشان أنه يشوفوا على المعسكرات عن هالجهات. والله تكرم.